اختتمت أعمال الدورة العاشرة بعد المئة للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، حيث ترأس سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير صناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، والذي عقد في جمهورية أذربيجان الصديقة تلبية لدعوة معالي السيد زوراب بولو كاشيفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، حيث شارك سعادة الوزير على مدى 3 أيام في جلسات المجلس التي تم خلالها مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالسياحة العالمية، بما في ذلك تقرير الأمين العام وبرنامج العمل العام والتقرير المالي ومناقشة إعداد تقرير الجمعية العمومية والأعضاء المنتسبين، وذلك بالعاصمة الأذربيجانية باكو. كما ناقش الاجتماع أيضا رؤية المنظمة لقطاع السياحة العالمي بحلول عام 2030 ورسم الخطط ووضع الأولويات للقطاع خلال العامين المقبلين واعتماد الحساب الختامي لعام 2018 واعتماد ميزانية 2020-2021 وإقرار موعد الجمعية العمومية في شهر سبتمبر القادم بمدينة سانت بطرسبرغ الروسية، ومناقشة التحديات والفرص الأساسية في القطاع السياحي ومشاركة التجارب وابتكار الحلول لتطوير هذا القطاع الحيوي. وتهدف المشاركة خلال هذه الاجتماعات لتعزيز العلاقات مع أعضاء المجلس التنفيذي في سبيل تحقيق أهداف منظمة السياحة العالمية وللاستفادة من تجارب الدول بما يسهم في تعزيز حضور السياحة في الناتج المحلي الإجمالي ورفع سقف إسهامها إلى مستويات أعلى من خلال ما تملكه مملكة البحرين من مقومات عديدة وسياسات واضحة تشمل وجود استراتيجية طموحة على أرض الواقع لتطوير القطاع السياحي والنهوض به، إلى جانب حرص مملكة البحرين على سن التشريعات والقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للسياح بهدف تأسيس بيئة سياحية واعدة وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع السياحي في المملكة. تم بحمد الله اليوم اختتام أعمال المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية في دورته العاشرة بعد المئة في مدينة باكو في أذربيجان، وتم الانتهاء من جدول الأعمال واعتماد ميزانية عام 2018 وإقرار ميزانية عامي 2020-2021. تركزت مناقشات المجلس التنفيذي على تطوير قطاع السياحة عالميا وما يشهده من تطورات خصوصا في مجال السفر وكيفية خلق فرص عمل جديدة في هذا القطاع الواعد والنامي في مختلف دول العالم. كما تم عرض تجارب الدول المكونة للمجلس وعددها 35 والاستفادة من هذه التجارب، وإن شاء الله هذا نتطلع إلى الجمعية العمومية في سبتمبر من هذا العام في مدينة سانت بيترسبرغ الروسية لإكمال أعمال هذه المنظمة.